ويا هلا فيكم في فيديو اليوم سويت معاكم ألذ بسبوسة تشيز كيك، دايما تطلبوني أصورها لكم فيديو وسويتها معاكم بالتفصيل. في البداية راح أجهز طبقة البسكوت، عندي البسكوت المطحون والزبدة والقشطة، وراح أرصها في الصينية وأساويها من كل الجهات. بعد كذا راح أجهز طبقة التشيز كيك. محضرة الطعام راح أحط الزبادي والسكر والحليب البودر والجبن الكريمي، وأصب الخليط على البسكوت وأدخلها الفرن، وأبدأ أحضر طبقة البسبوسة. راح أحط كل المكونات مع بعض في محضرة الطعام، وراح أصب الخليط على التشيز كيك بعد ما يطلع من الفرن، وراح أرجعها الفرن مرة ثانية. بعد ما تطلع من الفرن راح أصب عليها الحليب المكثف وهي حارة وأخليها لين تبرد تماما. الأفضل في هالوصفة أنه نجهزها قبل بيوم، طعمها اليوم الثاني دايم ألذ. طبعا التزيين لكم حرية الاختيار فيه، أنا هنا زينتها بالمكسرات، الطعم ما أحكيكم، مرة مرة لذيذة. أتمنى تجربونها ومتأكدة راح تعجبكم. وعلينا وعليكم بالعافية يا رب.